طيب الان من شلال وين نروح؟ بقعد اغير. طيب اغير رامي، بقعد اغير كذا. لا 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 مو هذا. اول شيء كذا مثلا رامي بتحطنا في ملاكمه، فهمت؟ اول شيء بقول كذا وانت وتروح، انت وتروح تقول بالله وديني شارع، وديني باريس. باريس باريس برجيب. الله شوف البرج. بقول لك بحايد حايد حايد حايد. طيب فهمت. طيب بس وين تبغى؟ علمني. باريس برج ايفل. طيب بصوا ايش حايل، ما يعرف ايش حايل حايل. خلنا نغير، خلنا نشوف ايش عندنا بالمنيو. اوه مباراة. لا لا عليكم ورحمة الله. مقطع ثاني يا جماعة، تخيل طبخات التيك توك الغريبة. أنا والشيف أحد نواخلة وأساطير الطبخ. حبيبي والله بإذن الله نفسش في يوم. نفس آخر مرة. آخر مقطع يا جماعة وصل فوق 3 مليون مشاهدة للفكرة هذه. أتمنى تعجبكم. بكل اختصار طبخات التيك توك المشهورة اللي تقدر تسويها أنت في البيت ومرة سهلة. هذا اليوم لذيذة والله طبخات يا جماعة اللي بتشوفونها اليوم أقسم بالله مش طبيعية. أنا متحمس إني أكلها أكثر من إني أصورها. هذا واحد. وشيء ثاني يا جماعة الخير، مقطع أمونج يا أخوان وصل فوق 230 ألف لايك. أسأل المولى جل جلاله إنه يوفقكم ويسعدكم على الدعم. والله شكرا. بس عندي طلب والله، إذا أنت أول مرة تشوف القناة تأكد إنك مشترك، اضغط زر الاشتراك. ترى أنا أتابع المشتركين على كل مقطع وأنبسط إذا الزر هذا ضغطته. عزيزي المشاهد لا تسلم اللايك والاشتراك ونبدأ قناة أبو مشوح تحت. قبل لا ندخل بالطبخة الأولى يا أخوان على عجالة نون يا جماعة، مسوي لكم تخفيض على نفس الشيء اللي اقوله كل مره. تشوفون هذا اللي مكتوب على صدري S6B، لكن زيد عليه حرف او SXXB. تدخل الموقع بتحصل تخفيضات على جميع الاشياء اللي عندهم وعروض عليها توصيل مجاني. ادخل الرابط، اي شيء تبيه براسك، تبغى العاب، تبغى ملابس، تبغى منتجات طبخ، قدور، مواعين، كل شيء بتحصل عندهم بالموقع حقهم. بلايستيشن 5 فيه والله كل شيء موجود، بس عاد اذا حصلت قبل ما يخلص الكميه. ولا تنسى قبل لا تشتري استخدم كود تخفيض. ترى والله يا جماعه ان الكود ما يدخل لي فلوس منهم، لكن انا استفيد لانهم قاعدين يخفضون لكم انتم اذا شريتوا. فعشان تكون على بينه الفايده لك. سمي بالله نشوف اول مقطع. يلا يا جماعه. طيب الطبخه الاولى يا جماعه بسم الله. اوكي جبن يمه. جبن، هذا جبن قصها شرايح لحم، لف الشرايح حلو، بغط الجبن كامل، خطها كامل صار جبن مع لحم. ممتاز. لفها لفها. اوكي حط حق البقسماط مع بيض وقلاها كاتشب. مدري كاتشب ايوه ظهر انه مو كاتشب ذا. خردل. يا ساتر بسيطه وفيها اشياء كثيره طالعه. يلا بسم الله. هذا ايش؟ بقسماط، البيض، نحتاج بيض صح؟ فقس البيض الان. جبن ما نحتاج، بعد نحتاج، بعد نحتاج، بعد نحتاج، بعد اللحم. ايش بعد رايد؟ ايش بعد رايد؟ ايش بعد رايد؟ الزبده الزبده. نبي نشغل النار هذه كيف؟ لازم تعرفون يا جماعه الخير انه 1 2 واخر شوي 3 كامات. كل هذا عزيز المشاهد والله عشانك. بسم الله نحط الزيت، لازم نمليها زيت لانه بيكون في قلي بعد شوي. نمليها كذا. قول لي وقف، ترى ما ادري توقف. والله رايد تكم، انا ابغى مستشفى اكثر. رايد خلص الزيت كله يا رايد. ايه راح كله كامل. احسن الطبخه الثانيه فيها زيت نغرد من عندنا الجبن الان عزيزي المشاهد، هذا هو امامك نفتحه. طيب المكونات كالاتي: البروست، ايش اسمه ذا؟ بقسماط. بقسماط، بيض، مسليات المفرحات، جبن واللحم بس وزيت، انتهى الموضوع. شم الريحه. اي شم الريحه. تبل ذا. لا مو متبل، هو كذا ريحته. هذا ذيك رومي اتوقع، اتوقع انه ذيك رومي. ما انا بسوي واحده، بسوي ثنتين لي ولك. يلا. فهذه بقسمها لي ولك. ايه. هذه لك؟ ايه. كانها كبيره. ما عليك روح. جبنتك هذه حقتي وهذه حقتي هنا. طيب بنفس الوقت احمد إيه؟ هذا لازم تعطيها. طيب ما نحط ملح هنا شوي؟ ملحه احط ملح شوي ما يضر. وش الحركه ذي؟ حركه الخلط حقتي، خلطناها. يا سلام. طيب خلطناها الحين، هذا احتر ذا. خذ حقتك. نبدا الحين نلبسها. ايوه انت خذها هنا، امسك هذا كامل لك. بسم الله. يا عيال ترى والله مغسلين يدنا يا جماعه، لا احد يقول لي يا الله. والله يبناك يعني ما نتنجس من بعض. فكل شيء بينطبخ فيني اكل. شوف شوف كذا، لبسها لبسها. شوف شوف انا بلبسها كذا. شوف لبس. وين لصقه؟ لا وين لصقه؟ كذا كذا عرفت؟ يا سلام. انا صبيت هذه كذا. لا تفلسف. ما احمد ما تفلسف. اقفل عليها من هنا. ايوه نفسي شوفها. ايوه كذا قفل. الله يستر، والله ما اقول الا الله يستر. لا 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 انا واثق. بس شكلها لذيذه ذي يا عيال. الله يستر.
الله المقطع كانت سهله. ايوه والله سهله بالمقطع. هو سوها بسرعه الكلب. والله بيذا قفلها. شو قفلتها قدام؟ شوفوا تقفلت الان، بس بزيد فيها اللحم شوي. احطها اول شيء هنا. متاكد؟ اي ورش عليها كذا شوي. بقلي. اي بقلي تستهبل كثير. هو ما راح اكل انا. بعدين ارجع احطه بالبيض. هذا بدنا نحطه هنا. طيب احمد اكتشف البيض بس ما ادري ايش صار. ابد ابد. بسم الله كذا حركها. تضبط احسن شوي. لا لا والله احسها تضبط، انا اقسم بالله. واخر هذا شوف قامت تفكفك انا علي. ايه بس احمد ابي الزيت شو وضعه؟ طيب زيتي والله يبغى له رايد. كذاب. ني يبغى له شوي. طيب عطنا هذا نحطه كذا فوق. ها زيت. ها. كبير شوي مطول. ايه الزيت يبغى له يبغى له. حطه هنا. عاد ايش نسوي بالزيت؟ انا شفت فرن هناك. يمدينا ننقل هذا عشان يحتر بسرعه. رايد حط من ذا معي شف. كذا بس بكب شوي. شوي لفها اقلبها كب شوي شفت تماسك. والله اني ما ادري ايش بيطلع معنا. لا لا ما عليك، هو عشان يطلع مقرمش كرنش كرنش عشان بس ما تهج معنا. حلو بنحط عواد يا عيال عشان تمسك البتاع هذا. حط يا سلام يا سلام. شوف كيف حطيتها انا، نزلها كذا نزلها زياده. يمديك لا حقتي صغير انا، هذه محيوسه رايد حقتي. طيب صوت معاك اقسم بالله. احمد اهم شيء الطعم. يا جماعه الخير انتم عليك ما تقدرون بالشكل. والله العظيم انه يعني في اكلات كثيره شكلها يجيب الهم لكن طعمها حلو، صح ولا لا؟ لا طلعت معنا يا جماعه لازم تعرفون ان هذا الشكل مؤقت بيضبطه ان شاء الله مع الطبخ. يعني نقول ان شاء الله. الزيت غليناه. الزيت يخوف. شوف كيف قاعد يتحرك. والله الزيت يخوف. دقيقه والله احس انه بغطي البيض انا. ليش ليش ليش؟ احس انه بغطي. اوكي طيب رايد طاح حطه هناك. لا انا بحطه هناك بعدين احطه هنا. بحط معك. انا احس اني باكل معك. اي لا مو فوق يعني احطه بالبيض احطه فوق. احطه بالبيض احطه فوق من تحت. هذا اللي مليان بيض احمد. طيب ايوه خلاص حطه. بسم الله بسم الله الله يستر. لا ترمي لا ترمي لا ترمي لا ترمي شوي شوي. حط رايد حط. بسم الله سم بالله. طيب هيك حق 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 لا مو حلو حق حلو حلو. طبعا حق 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 السالفة تقدر تستحسن. طبعاً يلا بسم الله. خلنا نقلب. إيش لازم إيش سوي عملية؟ بس 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 بس. إيش تقلبها كذا؟ كيف تقلبها طيب الحين؟ أي ملك. أمسك هذيك. لا رايد لا. ملك. أيوة كنا بصراحة كنا احترق. إيه لا لا ما احترق صراحة. وخر وخر. أيوة. أيوة. أحسن. يا ولد اللون إيش ده صار برستد؟ صار برستد والله. يا ولد شذي؟ احمد ترك ايه هذا نص شوايه يعني تقدر تحطه مع بخاري نص والله اقسم بالله اقسم بالله دجاجة والله ناكله والله ناكله لو يطلع لو لا الطبخه مودي نار نص شواية هذه يعني ان شاء الله يعني المصورين كانوا متأملين انهم ياكلون. شوفوا شيء يلا يا جماعه الحمد لله اهم شيء انكم ان شاء الله تطقونا. لا لا والله انا بقول لكم ايش الغلط اللي غلطناه قبل لا ناكل. اللحم قصير. لا اللحم لا كويس يا عيال. الغلط اللي غلطناه ان الجبنه كبرناها ولا كثرنا الزيت واللحم قصير ولا كل شيء غلط. اتوقع مو مخصرات، اتوقع انه دقيق احنا انت مخصر معظم الجبن كذا. طيب عشان مساحة الزيت يا جماعة ما عاد كفى القدر، حطينا الثانية بقدر ثاني بغاز ثاني، نأمل من الله انها تكون كويسة هناك، فخلنا نجرب الحين هذه. طلع. نطلع. بسم الله. والله. والله سم، بس اصبر ارفعها فوق عشان الزيت. والله انقدر. كانها رايد ها. اصبر خلها شوي.
طيب كانها تجملت دي. ايه شوي صح؟ شوي مالك. ايه ان شاء الله مالك. خلنا نخليها شوي. طيب يا جماعه خلصنا الان نقول ان شاء الله. الدجاجه نص شوي هذيك بنجيب لها رز بناكلها. لكن هذه نقول ان شاء الله نطلع. طيب طلع انا بجهز التنشيف لازم نشفها من الزيت. لازم تشوفها. ايوه طيب اللهم الله يستر يا رب. والله احنا متفائلين يا عيال. طلع الواد احمد. طيب وقف خليني اطلعها الان وقف. اوه ماني 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 بسم الله عليك. عملية والله عملية. حلو طيب. حلو والله حلو رايد. نزلها يا سلام. في عود مساج. اصبر ابي امسكها من هنا عشان اطلع العود. يا سلام كيف يطلع بسرعة. طلع امه. لا طلع الجبن. معناته ضبطت. اي هذه تطمن. هذه تطمن. طيب هذا الشكل يا جماعة اللي مفروض يكون الشكل النهائي. هذا الجبن من هنا حارة مرة. طيب ودك يا رايد نكس نفتحها كذا ولا نقول كذا بيدينا بيحرقنا. لا لا ان شاء الله ان شاء الله. انتم بسكن هنا. يلا بسم الله. لا رايد طيب خلنا نسوي لها مساحة عشان ندير نقصهم. بسم الله. بس 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 حسبك. يبغى لك كاتشب الكاتشب 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 الكاتشب. اصبر 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 اصبر. اي والله انها حلوه اقسم بالله حلوه. بسم الله. حط حقك. بسم الله. لا تكثر مره هذا ما نبغى نكثره. ايوه رايد يا سلام. بسم الله يا الله. كم سدتها كذا بيدينك انت؟ افكها فك؟ اي فك. بسم الله. يا سلام حلوه دي. لا يا سلام. لا ممتازه والله. والله مره ممتازه. شوف الشكل يا جماعه. شوف الشكل. غطها رايد. اوكي يا ساتر. ايه ابي اجرب. هذه حلوه بجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لا تكذب. ورب المصحف حلوه مره. روح جرب. دق 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 اللحم. دق اللحم والله حلو اقسم بالله حلو. والله العظيم حلو. اقول لكم بشكل مختصر يا جماعه الان تقييم الهادي والله درجه كامله 10 10 والله. لكن احنا في البدايه غلطنا غلطه واحده بس احنا جبنا الجبن ولا عرفنا نوزن الزيت فحقتي اللي سويت طلعت كانها دجاجه لكن هذه والله انها جامده مره. بالعافيه. جربوا هذه. طيب احمد وانت اكل يحسبون انه خلصنا. لا والله كذا باقي طبق ثاني. اي بسم الله 3 2 1 نبدا نضيف ورجيكم. عندنا ايش سوى هنا؟ زبده بريد. دقيقه وش بريد؟ بريد وش بريد ده وش والله اسمه بريد؟ هذا اسمه توس بريد. جماعه الخير بريد ولا توس؟ والله العظيم انه توس. طيب دقيقه اول مره اسمه بريد. بريد ولا توسته؟ وانت بريد ولا توست؟ وانت راح بالانجليزي ايش اسمها؟ ما اعرف بريد. وش بالعربي بريد؟ والله انه توست بس الزبده. يا تقطع راحت 20 ثانيه من المقطع عشان نحدد بريد او توست. ما ادري انا ما ادري. طيب اللي بالكومنتات يكتب بريد يكتب بريد وتسته. ايه توست. اقرا 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 سلايد بريد وايت بريد. دقيقه اول شيء انا اقرا بالعربي. طيب بالعربي خبز 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 وتوست خبز التوست خبز. كله خبز الخبز خبز خبز. طيب بريد بريد وش بريد؟ يا رامي كمل. بريد بريد وزبده نقانق نقانق البيض. اوكي جبن جبن طماطم كذا. ايش بيصير كاتشب مايونيز. اوه ورني اوكي 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 اوكي. هذه سهله ولذيذه. هذه فطور. طيب بسم الله. اول شيء نبدا بايش؟ بريد التوست. يلا التوست حط التوست هنا. البيض كم توست؟ اثنين. طبعا نخلط البيض الان كذا بقصها. ها زي المويه. طيب قطعنا النقانق الان. هذا النقانق وهذا التوست. لازم تجهز كل شيء. اوكي كل شيء جاهز. الزبده اجيب لك الزبده. هذه الزبده تفضل. طيب لا انا غلطت الاولى ناقصه النص. ايوه يلا عشان ما انا غلطت. احسنت. تتحرك كذا. كبرك ايوه احمد احسن. شوف حلو مره ممتاز. طيب الحين ايش بنسوي؟ احنا عرفنا بريد. ايوه بريد. وين بنحطه؟ بزاويه هنا كذا. بريد هنا ايوه
زوايا اثنين هنا ثلاث هنا ثلاث هذا يلا بسم الله. طيب حط برايد مسك هذه وانا بحط هذه زحم لي ايوه زحم شوي كذا يا سلام نقصها هذا طيب طويله نقصها خليه لمده ثلاث دقائق اربع دقائق لما يشق كذا بعدين نحط عليه البيض مع الطماطم على السريع نقطعها الطماطم وين هي يا جماعه هذه فيه. هي احسنت بالملح احسنت بسم الله الان بنحط البيض يا جماعه بعد مره ثلاث دقائق تقريبا يا رب احنا ما نحس فيه يا رب احسن يحط الاطراف كذا الاطراف على هذه كذا يا سلام يا الصوت ممتاز جميل. يا سلام جيبوا شيدر هنا كان صح؟ ايه جيبوا شيدر كذا يا جماعه كذا لا بس يبغى لها شوي تمسك البيض ما مسك ايه ما مسك قفل نحط الان الكاتشب الكاتشب مو هنا رايد لا 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 رايد الكاتشب هذا ذي ولا والله العظيم انه الخبز احمد ايش ذا الكاتشب اللي انت حاطه يا اخوي دافع من جيبك دافع من جيبك يا اخوي حط كاتشب كله صياح اهم شيء تحط نقطه بس يا برد وجهك طيب نغطيها يا جماعه الخير لمده خمسه ممتازه خمسه نجرب خمس دقائق شوفوا قدام عيننا ها تطبخ زود لي الحراره طيب الان نتكلم لهم عن اللايك والاشتراك هذا ما سووه أيوة. ونتكلم لكم يا جماعه عن الملابس الشكسبيه في المتجر خذوها يا جماعه الخير ورايتوا ترى قريبه بتصير فيها كابات باذن الله طيب بعد تقريبا خمس دقائق الى سبع دقائق في الوينت هذا طلع معانا هذا الشكل هذا يا ربي يا حبيبي اول شيء كل شيء مستوي على ما يبدو لي ابو مشواهي تبغى نقصها من النص احسن فهمت تبغى نقصها من النص اي كذاب كذاب طيب اسمع عندي فكره شوف اللون شوف اللون شوف اللون الله اكبر اي ممتازه دي يا احمد يا ساتر بسم الله الرحمن الرحيم يا سلام والله دي يا سلام شوف النقانة كيف ثابت مع شو اسمه هو بريد يا ساتر يا عيال بنذوقكم بس بأمانة لا تجملونا يا عيال احنا مع بعض ساكنين مع بعض اي ابدا اقول احمد قبل لا يذوقون كل لقمة هنا لا 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 اقسم 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 هذا دق احمد اول شيء عشان انا اعوذ بالله الصوت قرمشه اي والله يعني كم؟ ورب القعده مره يا عمري ياس يلا كل واحد ياخذ امدح ما تمدح شوف يمينك شوف يمينك شوف امدح لا والله بدر والله بدر بدر والله عليك احمد بدر والله انه حلو يس اقسم بالله جامده مره هذه والله جامده مره هذه والله لا 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 الشباب ياكلون الشباب ياكلون والله الشباب ياباني ايه بس والله حلوه الله يسعدكم يا جماعه طيب يا جماعه الخير اتوقع ان احنا ما قصرنا والله طبخات المقطع هذا مو نفس اللي قبله اللي ما شاف اللي قبله شوف اشياء غريبه لكن هذا لذيذه وسهله مره لازم يا جماعه الخير نشكر استوديو قناه بيتي هم اللي ضبطونا ما قصروا والله العافيه ما قصروا رجل لهم كتابهم تحت الله يسعدهم وفي الختام يا جماعه الخير اذا تبون جزء ثاني ندور لكم فيه ونبحث وراء الحقيقه لايك توصل من اللايك والاشتراك الطيب والسكسبي ورايتون شكرا لكم يا حبايب والله يسعدكم. ليه ما قلت رايتو بسرعه؟ كانك تمام مريتو؟ ار ايتو والله يرضى عليكم.